الاقتصاد هي رسالة في حب مصر وحب العالم كله. احنا بنحب العالم كله. مصر بلد السلام، بلد الامن، وفتحة زراعية النهارده تستقبل ونقول للعالم تعالى مصر، انت جاي بدعم مصر عشان تدعم مصر، عشان تشاركني في التنمية، مش عشان مصر بس، عشان المنطقة كلها وعشان العالم كله. الحقيقة انا سعيد رجعت مصر محمدها ورجع شعب مصر وكل مهتم حوالين قائد الدار، قائد حط في كل امل. ربنا يوفق مصر ويوفق قائدها، وان شاء الله مصر بقت احلى. واضح لنا ان شاء الله نقول من الاوائل.